فكرة ليتانور هي جولة محلية لكن تواريخها عربية، بمعنى أنه كاين جولة غادي تكون في عدد من المدن المغربية، لكن في وقت قصير جدا غادي نخرجوا برا المغرب باش نمثلوا طبعا الموسيقى المغربية والعربية في بلدان عربية وعالمية كذلك. دونك البداية كتكون ضروري من أرض الوطن، ومن بعد كتوسع في باقي الأراضي. طبعا المشاركة اللي في أول حفلة من جولة لتنوخ هذا الفوياج الرائع الاستثنائي مع عدد من الفنانين الرائعين مع فريق عمل اكسبسيونيل اوسي، الفكره رائعه، المجهود كبير، اوريجينال كيف كنقول، استثنائيه شي جامي في المغرب.